بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. نحن في السلسلة التعليمية الخاصة بالصف الثامن، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اليوم حديثنا عن مركز برمجيات أبونتو. يهمنا أن نعرف كيف نثبت برمجيات أو برامج على أبونتو. نلاحظ افتراضياً عند تثبيت أبونتو أو حتى عند تجربتي، باعتبار أنني أقوم بتشغيلي أنا كما ذكرت في التسجيل السابق من فلاش ميموري مباشرة كتجريب دون تثبيته، نلاحظ وجود هذا أو هذه الأيقونة لأبونتو سوفتوير، مركز برمجيات أبونتو. عندما أنقر عليه يفتح لي بهذا الشكل. لاحظوا الخيارات في الأعلى، عندي الاكتشاف إكسبلور، الواجهة التي أنا فيها. أستطيع الاكتشاف حسب النوع، لاحظوا، إما سوشيال اجتماعي أو علمي أو لبرسوناليزيشن، أي برامج لتساعدك على إعطاء لمستك على نظام التشغيل، برامج ميوزيك أند أوديو، فوتو أند فيديو. عندما أنقر يجب أن أنتظر قليلا ريثما يتم تحميل برامج ضمن هذا التصنيف، تصنيف الذي اخترناه. صراحة نسيت التصنيف الذي اخترناه. المهم أنتظر حتى يتم تحميل هذا هو التصنيف، فوتو أند فيديو الذي اخترناه. إما لدي خيار فقط أن أظهرها جميعها وأن يكون ترتيبها حسب التقييم أو حسب الاسم، طبعا حسب الاسم أيسر لي اختيار البرنامج. أنتظر حتى يتم التحميل وتظهر لي البرامج. أنا سأعود، ها هذه هي ظهرت. لاحظوا برنامج فوتو أند فيديو المتاحة لاستخدامها على أبونتو. الآن الرجوع، أضغط على هذا السهم، أرجع إلى هذه الواجهة الرئيسة. إذا أريد التعرف البرامج المثبتة هنا، أضغط على انستولد، تظهر لي البرامج المثبتة في نظام التشغيل. ألاحظ بجانب كل منها خيار ريموف. ماذا يعني؟ يعني أستطيع النقر على خيار ريموف وبالتالي يتم إزالتها. وهناك برامج لا أستطيع إزالتها، لاحظوا ليس بجانبها خيار ريموف. عندي هنا خيار أبديت، إذا أردت أو في هذا الخيار سيظهر لي البرامج التي تحتاج إلى التحديثات، وأضغط على أبديت. ولاحظوا يوجد حجم ملف الأبديت تحديث هنا 58.3، هنا 56.9. أضغط على أبديت، وطبعا يجب أن أكون متصل بالإنترنت. مجرد أن أضغط على أبونتو سوفتوير يجب أن أكون متصل بالإنترنت لتظهر لي البرامج اللازمة. الآن إذا أردت تحميل برنامج اسمه إمبلاير، أستطيع إما أن أكتب هنا مكان البحث هذه العلامة إم بلاير، أو ماذا أفعل؟ أو باعتباري هو برنامج موسيقى، أستطيع الذهاب إلى ميوزيك أند أوديو وأبحث عنه في هذا الاختصاص أو في هذا التصنيف. أنا سأكتب هنا إم بلاير، ولاحظوا لن أكتب إم بلاير لأنه إس إم بلاير. لماذا سأكتب إم إس بلاير؟ كتبت إس إم بلاير، طبعا هنا يكفي أن أضغط على البرنامج وستلاحظون خيار إنستول في أمر شبيه بالتعامل مع ماذا؟ مع متجر التطبيقات في أندرويد. وقد عندما أضغط على إنستول سيبدأ التثبيت. هنا في ويندوز فايرفوكس، أو عفوا في فايرفوكس، لا يوجد شيء اسمه ويندوز فايرفوكس، في متصفح فايرفوكس كتبت في البحث، سأعود للخلف، داونلود إم بلاير فور أبونتو. أيضا تستطيع البحث عن أي تطبيق أو برنامج تريده لأبونتو بهذه الطريقة. إذا كنت لم تجد ما تريد أو استصعبت الأمر في مركز البرمجيات، فتستطيع كتابة هذه الجملة داونلود اسم البرنامج فور أبونتو، فيظهر لك نتائج. أنا دخلت إلى أول نتيجة هنا، ففي هذه النتيجة تم تعريفي على البرنامج من خلال هذه الأسطر الأولى، وكذلك هنا وضحوا لي كيف أستطيع تثبيته من خلال التيرمينال. قالوا لي أن أدخل إلى التيرمينال وأكتب هذا الأمر، أو أستطيع تثبيته جرافيكالي يعني خلال واجهات رسومية دون الاقتراب من موجه الأوامر بالبحث بالذهاب إلى أبونتو سوفتوير، يعني هذا، والبحث عن SM Player. لذلك أنا كتبت بالبحث SM Player وليس M Player، اقتداء بالمطلوب أو بالمشروح هنا.
أيضا يمكنك تثبيت التطبيقات كما تفعل مع ويندوز من خلال وسيط تخزين، أيضا ذلك قد يعينك في تثبيت برنامج. عندي هنا أيضا في الكتاب مقترح أن أثبت بيسك 256. أعود للخلف، هنا أنا سأغلق واجهة أو لن أغلقها، سأصغرها لكي لا تزعجكم. أستطيع توسيع على فكرة واجهة أبونتو سوفتوير لتصبح بهذا الشكل. أتي لأكسبلورر، هنا برنامج بيسك 256، القسم المناسب له هو علوم وهندسة. ولاحظ أنا يوجد عندي ساينس ولا يوجد ساينس أند إنجينيرينج مثلا، فقد أبحث هنا في أرت أند ديزاين، وإذا لم أجد قد أبحث في ساينس، أو كما فعلت مع اس ام بلاير أكتب هنا في مكان البحث اس ام بيسك هو 256. No application found. لو هذا هو، عندما أنقر عليه مثل اس ام بلاير يكفي أن أضغط على انستول ويتم تثبيته. حجمه 82 ميجا بايت. عندي هنا أسئلة سأقوم بحلها قبل أن أنهي التسجيل. أسئلة الدرس: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وغلط أمام العبارة الخاطئة. يمكن الوصول إلى البرامج المثبتة من خلال زر مثبت في نافذة برمجيات أبونتو فقط. يمكن الوصول إلى البرامج المثبتة من خلال زر مثبت في نافذة برمجيات أبونتو. يقصدون لو عدت إلى الخلف هنا، هذه سأزيل هذا من البحث. Installed، أي أنني أستطيع معرفة البرامج المثبتة فقط من هذه الواجهة. غلط، أستطيع معرفة البرامج المثبتة مثلا من هنا. أضغط، عفوا ليس هنا حتى، أخطأت. من هنا هذا اللانشر Show Applications، ويريني البرامج الموجودة. العبارة الأخرى: نحتاج إلى الشبكة عند تثبيت أي برنامج في أبونتو. إذا كنت أثبت البرنامج من خلال الإنترنت نعم أحتاج إلى الشبكة، ولكن إذا كنت أثبت البرنامج من قرص تخزين فلا أحتاج شبكة. يمكن الوصول للبرامج، وبالتالي هذه العبارة خطأ. إذا العبارة الأولى خطأ والعبارة الثانية خطأ. يمكن الوصول للبرامج المثبتة بعدة طرق. نعم يمكن الوصول للبرامج المثبتة عدة طرق، قد شرحت لكم ذلك. وبذلك نكون وصلنا إلى الدرس الخاص بسطر أوامر تيرمينال. وقبل أن أغلق التسجيل، في التسجيل السابق نسيت أن أتحدث عن أمر سأتحدث عنه الآن. لاحظوا معي، سأغلق واجهة أبونتو سوفتوير. عندما أفتح مثلا هذه النافذة وعندي هنا فايرفوكس، ومثلا عندي هذا مشغل الموسيقى، سأوسعها جميعا أو سأتركها هكذا. أحتاج أن تكون مثلا هذه الواجهة واجهة لايبر أوفيس رايتر في المقدمة، حتى لو انتقلت إلى فايرفوكس أو إلى ريثم بوكس. إن شاء الله تكون القراءة صحيحة. فأحتاج دائما أن يكون لايبر أوفيس في المقدمة. ماذا أفعل؟ أو أي برنامج آخر يعني أستطيع تطبيق ذلك ليس فقط مع لايبر أوفيس رايتر. هنا في هذا الشريط العلوي، شريط العنوان الذي يظهر فيه عنوان البرنامج، أضغط نقرة يمينية أو أنقر نقرة يمينية بزر الفأرة الأيمن وأختار Always on top. لاحظوا الآن عندما أنقر على مشغل مسائط أو مشغل موسيقى أو أنقر على فايرفوكس يبقى موجود في الواجهة برنامج اللايبر أوفيس رايتر. ونلتقي إن شاء الله في التسجيل القادم. هذه نهاية التسجيل، ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.